عطني المدواخ وخلني أصب تعميرة وخلني أحرق الصدر من الضيقة، وما أبي من أي شخص أي نصيحة، وما أبي وصفة الدكتور وما أبي علاجه. ضايق ومحتار ولا عندي وسيلة، الراس شايب والعقل كثرة تفاكير، والسبب من دنيتي العبت فيني مثل التيلة. كل يوم أقول باكر وباكر القلب تكثر محاسينه، صبرت والصبر مر، هل يا ترى الصبر ضاعت مفاتيحه؟ كل ما أفتح باب القلب تتعب مشاويره، ولكن أقول الحمد لله على هذه العيشة. دنيا أخذت مني ولا أعطتني طريقة، خذت عمري خذت فرحي وأيامي السعيدة، اللي ذكرتهم خفت القلب مواجيها، ونسيتهم آخ يا قلبي الله يعينه. شوفي يا أماني، في موضوع من زمان أبي أقوله لك وقايلة حق أمنيات توصله لك، بس ما وصلته. ما دام احنا الحين مجتمعين خليني اقول لك. قولي ايش فيك؟ لا تخرعيني. شوفي عبد الوهاب ناوي لكم على نيه شينه، يعني يبي ياخذ حلالكم اللي وراكم اللي قدامكم، وفوق هذا ممكن يدبر لكم لعبه وسخه يخليكم توقعون على التنازل عن كل املاككم. نعم، ومنو قال لك ان احنا اغبياء وبنوقع لك كذي على طول؟ إيه مو أنا أدري إنكم ما راح توقعون له على طول، بس هو وسخ ممكن يدبر أي لعبة ويبلكم ورق ويخليكم توقعون، وبعد ما توقعون حبيبتي يصير اللي وراكم واللي قدامكم حقه. هو الظاهر يبي ينطق بس مو عارف شلون. أمان إيش فيك؟ أنت بس تبي تهاوشين وتطقين؟ الأمور ما تنحل بالعصبية، يبي لها هدوء. والله؟ وأنت يوم هدوء ليش ساكتة على الموضوع وخامرة؟ ليش ما جيتي قلتي لي؟ ما كان في وقت مناسب، شايفة وضعنا شلون. لا والله، يعني موضوع مثل هذا بالله عليك متى وقت المناسب عشان تقولينه؟ موضوع مثل هذا ما يتأجل يا الهبلة. ما علي يا أماني، لا تعصبين أنت، لازم ندور لنا حل. شوفه الحل من رأيي نحن ندور على محامي نوكله يرفع قضية على عبد الوهاب. إيه خلاص، من باكر ندور على محامي، وانت اي حسابك معاي بعدين، مالي خلق اقوم امردقك الحين. عصير يعني الناس اول ياكلون بعدين يحلون، يعانى انا ترى ان شاء الله. بس اول شيء برد تسخين، انا بعدين تعشى بعدين نحلل. انت حلهت قبل التعشى؟ انا غير تعالي خليك. لا الحركات اللي تسويها ترى عادي قدام الناس اكب بوجهك. ايش دعوه؟ قوه سلمان، شلونك؟ هلا والله، هلا هناك، شلونك؟